نص كيلو من اللحمه المفرومه تكون ملبسه حلوه، حط لها بصل، حط لها طماطم، بحط لها كزبره خضراء، بحط لها شويه ملح وفلفل وبهارات. دي بالنسبه لايه؟ للكفته بتاعتنا اللي هنبدا نحطها مع البطاطس. والبطاطس بديها شويه اعشاب كده حلوه، زي الزعتر، زي شويه كركم، شويه كاري، شويه زيت زيتون. بعد كده بنبدا نحطها عندنا في الصينيه، وبنعمل لها تسبيكه كده بالبسله والجزر وعصير الطماطم ومعلقتين اتنين من الصلصه وشويه زعتر وميه سخنه. هنشوفها مع بعض التركيبه دي هتبقى ازاي عشان ما نلخبطش نفسنا. مبدئيا كده اهوت بنبدا نجيب عندنا اول حاجه البصل، يعني نص كيلو كده ياخد بصلتين اتنين. اهو نفتح الكبه وناخد عندنا البصل بصلتين الاتنين كده، نحطهم بالشكل ده، كلام جميل. بعد كده بقوم واخد عندي الملح، بعد كده بنقوم واخدين عندنا معلقه كبيره كده من الفلفل الاسمر، عودين اتنين كده او كام عود كده من الكزبره الخضراء اهيت. ناخد عندي مش طماطم كامله، ناخد عندنا بس اللحم بتاع الطماطم بالشكل ده اهو، نشيل ديت وديت، ممكن نفرمها مع الطماطم اللي احنا هنعملها وهنسبكها مع الخضار. طاجن لذيذ جدا او صاج كده بنعمله، ان شاء الله يعجبكم. يعني ناخد عندنا الطماطميه ديت، هوب بنقوم حاطينها فين؟ مع البصلايه. ده كلام جميل، ونقفل ونشغل. بسم الله. لازم طبعا اللوك 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 هنا. نوقف كده ونقوم ايه نظبطنا تاني ونشغل. تفرمهاش كتير، ما انتش فاهمة ازاي يعني، وانت عندك الكبة ما تفرمهاش كتير. بص بتبقى عاملة ازاي اهي، ما تخلاش مية عشان ما مش عايزين نطلع الميه اللي جوه الحاجه وتفك مني، لان انا زي ما قلت لك الكفته ولا عمري في حياتي بشيل البصل ولا صفيه ولا اي حاجه، سيبه زي ما هو. بس انت الحركه دي اصلا لوحدها هي اللي بتسمغ عندك الكفته اصلا. وبالنسبه برضو للحمه لازم تكون اللحمه تكون متسمغه وتبقى فيها نسبه من الدهون زي ما حضرتك كده شايفه. حطها هنا كده ونقوم مشغلينها. بسم الله. فل قوي. نقوم شايلينها كده وحاطينها في البوله دلوقتي، وبعد كده نبدا ان احنا ايه نصبحها مع بعض. ادي الكفته الجميله، ماشي الكلام كده اهي، سماغه يا باشا وزي العسل، ولا اي هتفك ان شاء الله ولا اي حاجه. بص اصلا اللون بتاعها عامل ازاي كمان يا جيمي، اللون بتاعها حكايه، حاجه محترمه جدا. الله الله الله، ماشي الكلام، ماشي الكلام. بعد كده نروح عندنا على البطاطس بتاعتنا اللي هنبدا نشتغل بيها. بجيب عندي قطاعه، القطاعه دي موجوده في اي محل ادوات منزليه، تقدري انت تجيبيها ونمسك ايه البطاطس دهيت ناخدها كده
اهو. البطاطس تكون متقشره. بالمناسبه ده الموسم بتاع البطاطس دلوقتي، لو عايزه تخزنيها بقى ان شاء الله هنعمل لكم حلقه كامله عن تخزين البطاطس الصوابع والحاجات ديت كلها. تقدري انت ايه، جميله جدا جدا دلوقتي البطاطس بصراحه في التحمير دلوقتي. ده كلام جميل. طيب اخد عندي بوله بقى كبيره ونحط عندنا البطاطس اللي احنا قطعناها شرايح ديت هنا. شوية من بهارات البطاطس عليها. بعد كده بقوم واخد عندي شوية ملح. يا سلام لو ايه شوية زيت زيتون عليها كده، بسيط جدا، بحيث كمان ان انا اخلي الحاجات ديت كلها تمسك في بعضها. البهارات دي تمسك فين؟ في البطاطس. البطاطس دي هنا. كده. ماشي كده. اقول لك ايه في النص ايه اللي هيتحط. ثانيه واحده، كل حاجه هتبان دلوقتي وتتظبط معاك وهيبقى طالع شكله قمر من الفرن. ماشي كده، عملنا كده وقوم ايه سايبينه. طيب نخش على الخطوه اللي بعدها اللي هي تصبيعه الكفته. يعني لو في خله شيش هنا كبيره يبقى انتوا ناس ايه جمال. الحركة بتاعت الحاجة دي، تجيب المعلقة وتشيش عليها. في شيء في خلة شيش هنا كبيرة؟ المعلقة عندنا كانت صغيرة، المعلقة هنا كبيرة. استنى كده نشوف معلقة صغيرة نشيش عليها. حلوة دي. أهي. والله حركة الحاجة دي، جايبة المعلقة وهوب بتقول لك لسه نستنى أهي. المعلقة جميلة اهي. بص تقوم حاطة المعلقة كده اهي. هو طبعا الكفتة احلى حاجة انك تاخديها وتقوم ايه سايباها كده ايه يعني ساعة كده في التلاجة. خلاص مش مشكلة. التلاجة كده اهوت، وتبدأي ان انت تيجي تشتغلي بيها بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. تطلع معاك زي الفل ما شاء الله، زي العسل. طيب تيجوا كده نعمل لها الخلط سلطة او الخضرة اللي انا هبدأ احطها على الكفتة والبطاطس، اللي هي الجزر والبسلة. هعلق على دي بس يا جيمي الاول. ممكن هادي ثانية كده قبل ما اطلع فاصل، هنعمل حاجة كده حلوة. هجيب عندي بصلايه مقررتها كده تخرجها حلوه. بعد كده نقوم واخدين عندنا شوية زيت صغيرين نحطهم هنا في الحلة ديت الكيتشنوفا. ناخد عندنا البصل. دي الخلطة دي اللي أنا يعني بصي هاخدها وأحطها فوق الإيه؟ فوق الكفتة وفوق البطاطس. هوريها لك دلوقتي هتبقى شكلها حلو قوي. وأقلب تقليبة كده حلوة. ممكن نديها إيه مكعب زبدة كده نطعمها مكعب زبدة حلو. ناخد بقية المكعب دوت نقوم حاطينه هنا مع شوية زيت. واروح واخد الباشا ديت كده ونروح فين؟ عندي على الكفتة. الله الله الله. اديله. اديها ما ترحمهاش. أنا بشمع بس الكفتة. الكفتة اهيت على النار تبدأ ايه بقى. أنا شوحت شوية.
تانيين ببدأ ان انا احطهم هنا. نبدأ حضرات كلنا ايه كده. هو اول لما تديها الكفته كده تديها ايه تنزيله كده وتشمعيها، يا دوبك بتتشمع تقومي شايلاها وخلاص والموضوع انتهى على كده. تمام. طيب بنبدا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ البطاطس خلي بالكوا عملناها، حاطين عليها شويه زعتر مع شويه بهارات بطاطس مع شويه زيت زيتون ورصيناها في الصاج. هنا البصلايه بعد ما دبلتها كده وديتها كده تشويحه على النار، اقوم مديها معلقتين اتنين صلصه طماطم، كده واجيب عندي تونج بس نبدا نشيل بيه الكفته بتاعتنا من هنا، نحطها هنا في الطبق ونرصها. زي ما حضراتكم شايفين كده انا فكت ولا اي حاجه. لو لقيتيها معاكي برضو يعني او شكه اللي هي ممكن تسيب، ممكن تديها معلقه بقسماط صغيره عادي يعني، لكن هي بصراحة مش عايز اقولك الطراوة بتاعتها عاملة ازاي. وفي ناس بتحطها ني في ني يعني، الطاجن ده قبل كده اكلته في مطعم الكفتة ني، بس الفكرة الني في ني يا جماعة بيعمل بتلاقي الحاجة العصارة اللي جوه الكفتة بتبقى ناشفة، غير لما تشمعيها الأول كده وتحطيها في الطاجن نفسه، فبتفرق بصراحة. الصلصة دي نقوم مدينا ايه بقى؟ نقوم مدينا خضار، جزر وبسلة. كلام جميل. شوية بهارات، شوية ملح وفلفل أسمر. كل ده ايه مع بعض؟ الكفته دي يا جيمي اخر حاجه كده اهوت، تقوم شايلينها وحطينا هنا. بص بقى الحركه اللي جايه دي ناتج الكفته ده عمره ما استغنى عنه، ده هو التيست كله هنا. نبدا ايه؟ بص يا باشا اديها ميه سخنه هنا، ماشي الكلام؟ بص بقى اصلا النون ده عامل ازاي؟ اديها هنا، ماشي؟ كل ده يا باشا طعم جامد، هتاخديه من الحاجه نفسها. وبعد كده نقوم حاطين عندنا صلصه طماطم، عصير الطماطم اسف، ونقلب التقليبه دي كلها ايه مع بعضها. ماشي، نفصل على ديت، سيبها عندي تتسبك عندي على النار. ناخد الكفته ديت نقوم حاطينها فين؟ في النص. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك كده شايفه الجمال والحلاوه. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الباشا ده كده اهو، نقلب بس البطاطس كده جوه الحاجه نفسها. ولا الهوا، خلاص بقى الخضار اللي جوه موجود في الحاجه ديت هتستوي معاك هتبقى زي العسل. اهي انضف الحاجه ديت كويس. وبعد كده نقوم رايحين فين؟ عندي على الفرن نديها ايه بقى الايه، بس انا محتاج ابين البطاطس اكتر شويه، فممكن اجيب ايه معلقه عشان ابين البطاطس بس. بس حاجه زي العسل. ناخد الباشا ده كده ونروح فين؟ عندي على الفرن بقى نكمل التسويه بتاعته هنا. يطلع يا باشا ده بالهنا والشفا، شويه رز جنبه وبالهنا والشفا. عايزه تطجنيه تعمليه طاجن براحتك. ايه الله، لوحة فنية. على الروايح. بص كده يا استاذ زي جيمي. هوبا. باشا خلاص كده، شكرا.
الكفته بقى اللي تحت بقى، وكله استوى، كله تحت السيطره.